هيئة الأشغال العامة. أشغال. احنا اليوم هني معاكم ان شاء الله لتدشين برنامج وين بنسخته الجديدة، والهدف البرنامج هذا هو اطلاع جميع مستخدمي الطرق لأهم التحديثات والتطورات اللي حدثت بشبكة الطرق. احنا من الحمد لله اشغال من يناير السنة هذه حتى الآن تم افتتاح ما يقارب 180 كيلومتر طرق وما يقارب 70 جسور وثمان أنفاق، وهذه شبكة كبيرة تحتاج لتوعية لاستغلال الشبكة بأفضل طريقة من قبل المستخدمين. على هذا الضوء تم التنسيق مع السادة في كيومك وتحديث البرنامج وين، واللي هو يتيح أن تحديث بشكل دوري أسبوعي أو حتى يومي لجميع الطرق اللي تم افتتاحها عن طريق هيئة الأشغال، بالإضافة إلى التحويلات المرورية تكون محدثة بشكل يومي، كذلك في مسارات للدرجات الهوائية بحيث أن يتيح لمستخدمي الدرجات الهوائية معرفة المسارات اللي موجودة لاستخدام الدرجات الهوائية. تطبيق وين هو قديم وجديد في نفس الوقت. أطلقنا وين بنسخته القديمة كآي ترافيك تقريبا 2013-2014، لكن بالتعاون مع أشغال وكثير من المؤسسات أطلقنا النسخة الجديدة باسم جديد وهو وين. طبعا ونحن في وين، طبعا في القديم والحديث من وين، تقريبا عندنا 200 ألف تنزيل تطبيق في شكله القديم والحديث، في عندنا عشرات الآلاف من المستخدمين في خلال الأسبوع. في عندنا طبعا وين يستخدم شبكة مسارك التي هي بروبلي الشبكة الوحيدة لجمع المعلومات وتحويلها إلى بيانات، أو جمع البيانات تحويلها إلى معلومات تطبيقات. الموضوع المسارات الدراجية يمكن موضوع حساس جدا للبلد، موضوع مهم جدا للبلد، لأنه يعكس مدى تحضر البلد، وفي كثير من المعايير العالمية تقيم البلد حسب وجود عوامل الجودة كأحد مؤشرات جودة الحياة في المدن. فلذلك طبعا وجود مثل هذه الشبكة هو شيء مهم جدا للدولة، يدل على وعي في المجتمع، يدل على نجاح القيادة في توفير الرؤية الوطنية للدولة. سعيد جدا بهالخطوة، ويمكن أنقل آلاف الدراجين اللي هم يشكرون هيئة أشغال على توفير مثل هالمسارات، لأن في السابق كان تحدي كبير أن أي شخص يمارس هالهواية، يمكن كان فيها نوع من الخطورة. تواجد هالشبكة طبعاً في المستقبل إن شاء الله بتزيد كثير من السلامة للدراجين، السلامة للمواطنين، وبتتيح فرصة كبيرة حق الناس العاديين ممارسة هالهواية.